متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله صباحكم بكل الخير. نهار اليوم الثلاثاء لا تزال منطقة جنوب غرب المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وستهطل على إثرها بإذن الله زخات الأمطار حتكون رعدية. أما باقي مناطق المملكة رح تشهد ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة. رح نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة الرياض فترة الإفطار: 36 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 30 وأجواء غالبا صافية، وسرعة الرياح 21 كيلومتر في الساعة. كالعادة نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في عموم مناطق المملكة ابتداء شمالا وسكاكا وعرعر وتبوك. نهارا بتسجل درجات حرارة 36 وأجواء حارة جدا، أما ليلا بتنخفض ل 24 درجة مئوية. المناطق الغربية والمدينة المنورة بين 38 و 27 وغيوم متفرقة، مكة المكرمة بين 39 و 28، الطائف بين 28 و 21 وأيضا غيوم متفرقة، جدة أجواء غالبا صافية 33 نهارا و 29 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. أما المناطق الجنوبية الغربية والتي هي تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، كل من أبها والباحة 25 نهارا وليلا بتنخفض ل 17 درجة مئوية، وستهطل زخاتنا الأمطار رح تكون رعدية بإذن الله. جازان بين 35 و 28 وغيوم متفرقة. ننتقل إلى المناطق الشرقية مع الدمام 34 نهارا 25 ليلا، أجواء غالبا صافية. حفر الباطن بين 36 نهارا و 24 ليلا، والإحساء 37 نهارا غيوم متفرقة و 22 مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. أخيرا مع المناطق الوسطى والعاصمة الرياض 36 نهارا 23 ليلا، بريدة بين 35 نهارا 22 ليلا، وحائل أجواء صافية بين 33 نهارا و 20 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. متابعينا تابعوا باقي تفاصيل نشرات طقس العرب أولا بأول. إلى اللقاء.